بس انا مبسوط ان انا بتكرر من مكان مهم جدا. مكان كنت بحلم طول عمري ان انا ادخله حتى لو كنت طالب ما دخلتوش، بس يعني كان نفسي ادخل. انتوا في مكان يعني انا بحسدكم عليه. والحمد لله بتكرر النهارده من مكان محترم وجامعه محترمه، وبشكر اكاديميه الفنون طبعا ومعهد العالي للفنون المسرحيه، وبشكركم على دعوتكم ليا طبعا. ومش عارف اقول ايه تاني بصراحه، بس انا فعلا مبسوط. انا ما بحضرش تكريمات كتير ولا مهرجانات في حته، لان انا بشوف ان المكان ده انا اتكرم فيه بتكرم ناس فاهمه، ناس بتقدر الشغلانه اللي احنا بنشتغلها صح، ناس بتقدر الفايده اللي احنا بنعمله. فانا بشكركم جدا، واتمنى طبعا انه نشتغل معاكم في حاجه بصراحه، لان انا شفت السنه اللي فاتت ناس منكم كتير شباب محترمه جدا وممثلين كويسين جدا في مسلسل الاختيار، وده كان مجهود كبير. ولسه كنت بتكلم معاهم انه اتمنى السنه الجايه، الحمد لله ان ربنا كرمني السنه اللي جايه ان شاء الله في رمضان اللي جاي باذن الله ربنا يدينا العمر، بعمل هجمه مرتده الجزء الثاني. مع الاستاذ المخرج احمد نادر جلال. نتمنى ان احنا نشارك بعض ان شاء الله السنه الجايه، وانا هكون اتمنى تسمحوني اكون موجود بنفسي ان احنا نتفرج عليكم ونشوف الشباب والمواهب الكبيره اللي تستحق فعلا تشتغل ويكون ليها مكان، ان هم يستحقوا اكتر من ناس كتير ما تستحقش المكان ده بصراحه. اعذروني انا اول مره اطلع اقف على مسرح، واستاذ حسام صالح عارف الكلام ده خالص ان انا ما بعرفش. استاذ احمد صالح شو خبرة لي منهم، معلش المخرج العظيم طبعا نتمنى اشتغل معاك تاني. وبشكركم طبعا على التكريم العظيم ده، من احلى واكبر التكريمات اللي اتكرمتها طبعا، وده احتفظ بيه واحطه كده. يعني هو يمكن الوحيد اللي احطه بنت بتحكي له على حاجه. انا كنت ببقى ماشي في الشارع فبتلاقي بنت من المعجبات يعني العادي يعني اصور العادي، فتيجي تقول لي ممكن اصور معاك، فتلاقي بابا يقول لها خلاص النهارده لما بنت تيجي تصور معاها مع باباها بقى في ثقه، بقى واثق في الراجل اللي واقف ده، عارف ان هو محترم وبيقدم اعمال محترمه بيقدم حاجات فيها قيم واخلاق بجد. ده علمني فعلا ان انا نقي الادوار وان انا نقي الحاجات اللي بعملها. ده من السنه اللي قبل اللي فاتت. انا طولت عليك. هو لازم كل شويه افكر كويس. خلينا من الاختيار شويه. طبعا ايه؟ ايه مع السنه يعني عملنا. بص يقول لك حاجه، يعني كانت تجربه مختلفه، ممكن الناس ما حبتهاش، ممكن في ناس حبتها، خلي بالك انا مش شايف، معلش انا لا في ناس حبت الموضوع، في ناس ما حبتش الموضوع. عايز اقول لك احنا مثلا عشان عارفين بلدنا وعارفين الصعيد بتاع بلدنا وعارفين الغير بتاعتنا، في ناس ما تقبلتش ده، بس احنا برضه داخل بنعمل فن يعني في كده وفي كده حسب. لكن عايز اقول لك مثلا بره مصر في الخليج مثلا حبوا المسلسل حب غير طبيعي فوق ما تتخيل. في ناس ممكن تكون انتقدت المسلسل لاسباب كتير جدا جدا جدا، بس انا هتكلم عن نفسي انا يعني كامير. الناس كانت شايفه امير بقى لها ثلاث اربع سنين في حته معينه كده، فما قدرتش تتقبل امير في الحته دي، فبقى كل الكومنتات اللي كانت بتتقال دايما لو حد مثلا بيشتم، الحمد لله ربنا ادانا رصيد عند الناس من السنين اللي قبليها ان الناس بقت يعني رحيمه علينا شويه او عليا انا شويه، فالناس بقت تكتب تقول لك طب بس ما تعملش معلش كده تاني. فتمام، واحنا بنشتغل الشغلانه دي واللي بينجحنا الشغلانه دي هم الناس والجمهور اللي بيتفرج علينا في البيوت واللي بيشوفونا في الشوارع، فاحنا من حقهم ان احنا نلبي طلباتهم،
نشوف ايه المطلوب اللي الناس بيحبوه، ايه الرساله اللي هم عايزينها، ايه الرساله المفروض تتقدم في خلال الفتره اللي جايه بلدنا مع ظروف بلدنا مع الناس مع الشباب مع الاطفال عايزين ايه. بس طبعا كل سنه هو يعني هو درس الواحد بيتعلم منه حاجه جديده. انا شايف السنه اللي فاتت، انا برضه هتكلم على نفسي ماليش دعوه بحد، انا شايف ان انا السنه اللي فاتت مثلت شويه تمثيل لطاف جدا، يعني كان في شويه مشاهد عامل شغل كويس جدا. الحلقه 29 كان فيها مشهد قلب الدنيا طبعا، طبعا عارفينه بتاع عمود حمزه اللي قال لك مات مخنوق ومات محظوظ، قال لك مات محظوظ. فطبعا كان في شويه فطبعا يعني الشغلانه بتاعتنا يعني او مهنه التمثيل عمرك ما تلاقي كل الناس هتجتمع على حاجه واحده. في ناس يقول لك لا ما حبيناهوش، في ناس يقول لك حبينا، في دور ده حلو دور مش حلو، في كمان انا بشوف تخطيط والله عشان اقول بس. ففي ناس بتختلف على حاجه وناس بتجتمع على حاجه، ده مش كتير يعني. بس هو يعني واضح ان العالم كله هو اجتمع على الاختيار سواء الجزء الاول والثاني، وان شاء الله الثالث يكسر الدنيا فيه ناس جامدين جدا. وفي اخر حاجه طبعا بشكركم كلكم جدا، انا اتبسطت. اتمنى والله يعني استاذ حسين صالح عارف ان انا ما بعرفش ارغي كتير والله يعني خالص، حكوا انا رغيت كتير بس انا عشان مبسوط، بس والله يعني عشان مبسوط ومرتاح وفعلا حاسس ان ده المكان ده بيتي. ويا رب كده كل سنه يعني حتى لو مش هنكرم ابقى اقضي فيه. اتمنى